صباح الخير وتحية لكم ديالا ومهران باستديو دبي. هذا الصباح ما كتير رح نبعد عن مواضيع الاستدامة، ورح نحكي هلأ عن مبادرة يلا نحولها، وهي مبادرة مبتكرة لإعادة تدوير النفايات بتم تنفيذها حالياً بمؤتمر الأطراف كوب 28، حيث أبرم المنظمون شراكة مع شركة نظيرة يلي أطلقت المبادرة لتنفيذ نظام ذكي قائم على تقنية البلوك تشين وذكاء الاصطناعي، بيقوم بتتبع النفايات القابلة لإعادة التدوير بيتحقق منها وبيبلغ عنها بجميع أنحاء المؤتمر. للحديث أكثر عن هالمبادرة بيسعدنا نستضيف معنا اليوم باستوديو إكسبو السيد ربيع الشعار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نظيرة للتقنيات. صباح الخير. صباح النور، شكرا لاستضافتي. شكرا لوجودك معنا. طبعا المبادرة ملفتة، يلا نحولها نظمتوها بالتعاون مع منظمي مؤتمر الأطراف كوب 28، وبتهدف لتتبع النفايات القابلة للتدوير. لفتني أنه النظام يلي بتتبعوه يعتبر نظام ذكي حتى تقدروا تشعروا بين مزدوجين أو تتحسسوا بوجود النفايات وتسعوا لجمعها وفيما بعد فرزة. خبرنا أكثر عن المبادرة. أكيد، نحن نظام التتبع اللي بنعمله هو لنتأكد أنه لكمية النفايات ونوعية النفايات اللي عم يتم فرزة من المصدر بالمؤتمر، يعني لكل طن من النفايات اللي هو يجمع ويعاد تدويرها هو يعادل 3.5 طن من ثاني أكسيد الكربون اللي ما لازم نعمل له إميتينج أو انبعاثات بالأتموسفير. فنحن عندنا هذا النظام الذكي، هذا الكيس الذكي مثل ما فيكم تشوفوا على الكاميرا. نعم. عليه كيو آر كود، وهذا الكيو آر كود بيخلينا نتبع كل حاوية نعرف الكمية ونوعية الفرز اللي عم بتصير. نعم. تقدر تساعدنا انه نعمل ريبورتينج او نخبر منظمين كوب 28 على هذا الموضوع، لانه كثير عندهم ستاندرز او معايير صارمه على اعاده تدوير النفايات. طيب النظام يلي بخولكم تقيسه، النظام يلي موجود مثلا مثل ما ذكرت ضمن رمز المسح او الكيو ار كود، بخولكم تقيسه المقاييس الحيويه للاكياس يلي مجموعه، وبالتالي بتتمكنوا من تحديد او اذا بدك الفهم نمط المستهلكين. نعم. خبرنا اكثر. اكيد حخبرك على سلسله القيمه اللي عم بتصير بهذا الكيس. فالكيس عم ينحط بالحاويات الموجوده بالبلوزون بكوب 28. نعم. هول الاكياس عم بيتاخذوا من هذه الحاويات وقتها ينتلوا، عم بيروحوا عند شركائنا اللي هي شركه بيئه لاداره النفايات. نعم. وعم نستخدم التقنيات باليارد تاعيتهم تيعملوا تاكد على المحتويات اللي بقلب هذا الكيس بالباحات الخاصه. فبيعملوا سكانينج او بيعملوا مسح لهذا الرمز، بيتاكدوا من مكونات الكيس اللي بقلب الكيس، وبيتاكدوا انه هولي مواد اعاده التدوير، يعني بلاستيك، الومنيوم، كاردبورد او كرتون. نعم. والورق، الأطعمة العضوية أو الطعام، بقايا الطعام ما بتدخل ضمن النظام؟ في عندهم هنا نظام تتبع آخر عم يتبعوا للطعام، بس نحن نظامنا يركز بس على نظام المواد التي يتم إعادة تدويرها اللي هن ريسايكلز. نعم. فبهذه الطريقة بنقدر نعمل نقدر نتبع من هذه الحاوية قديش صار في فرز مضبوط، وقديش نوعية هذا الفرز، وبنعطي ريبورتنج على كل نهار لكوب 28 بنخبرهم قديش صار فرز. صار في اكثر من 20 طن لليوم فرز بكوب 28 من باتباع هذا النظام. طيب اهميه الفرز، لانه طبعا المرحله الاولى هي الفرز. نعم. ولكن المعالجه والارقام يلي مثلا انتم بتجمعوها قد ايه اهميه هالبيانات؟ مهمه جدا، ونحن ما فينا نقدر ندير اي موضوع الا ما يكون عندنا بيانات وديتا. النفايات لوقت طويل كانت عم تدار من دون ديتا، فنحن بحركة صغيرة جدا واخذنا براءة اختراع عالمية على هذا الموضوع. نعم. بوضع كيو ار كود على كيس النفايات ونقدر نعمل تتبع بهذا الموضوع، بيقدر يخولنا يكون عندنا هيدي الداتا ونقدر ان نتبعها ونعرف وين في مكامن ضعف ونقدر نحسنها حتى نقدر نزيد فعالية الفرز من المصدر. يعني مثلا اذا بتعرفي هول البنز او الحاويات حاويات اللي فيها ثلاثة الوان. نعم. الناس امرار ما بيشوفوها، بزتوا شو ما كان هن وماشيين ما بيشوفوا شو عم بزتوا. فاعطينا ريكومنديشن للكوب 28 انه يعلوا لمستوى النظر حتى يعرفوا الناس
بشكل كل حاوية شو ممكن نرمي فيها. طيب أهمية بما أنك ذكرت المستخدمين لأنه هن الأساس، هن إذا بدك حجر الزاوية بعملية جمع النفايات، إلى أي مدى مهم نشر الوعي عند المستخدمين أنه لابد من الفرز من المصدر؟ هو أهم شيء صراحة هو نشر الوعي وتغيير نمط التفكير بالنفايات، لأنه حالياً كثير في ناس ما بيفكروا بفرز النفايات، منه شيء عنده إياه كوعي، فلازم نرفع هذا الوعي ولازم نمكنهم نعطيهم الأدوات يا بالمؤتمرات مثل هون أو بالبيوت حتى يعملوا فرز من المصدر بشكل جيد، ونعطيهم التحفيزات ونذكرهم أنه هذا الشيء مهم للبيئة. طيب المبادرة من بداية مؤتمر الأطراف COP 28 حققت نجاح كتير كبير. نعم. حتى يمكن نجاح فاق توقعاتكم. نعم. إذا بدنا نحكي بلغة الأرقام حتى نوضع الأصبع بالمكان الصحيح، خبرنا عن الأرقام أو البيانات يلي قدرتوا تجمعوا. أكيد نحن أخذنا جمعنا نوعين من البيانات، أول نوع هو الكمية، صرنا مجمعين أكثر من 20 طن يعني 20 ألف كيلو اللي هي رقم كتير عالي، والفرز عم بيكون اللي هو الشق الثاني اللي هو النوعية بجودة عالية جدا، فالناس اللي عم بيفرزوا عم بيعملوا أخطاء عم تكون يمكن ما عم بيعرفوا، مثلا مثل الكباية اللي بيشربوا فيها القهوة اللي هي ورق. نعم. عمرها بيحطوها بالريسايكلينج بيفكروها ورق، بس هي فيها بلاستيك فيلم أو فيها غلاف بلاستيكي عفوا. نعم. فلازم تنحط بالنفايات الأخرى اللي هي الحاوية السوداء. نعم. فبيصير في أخطاء صغيرة مثل هيدي، بس بالمجمل عم بيكون النوعية عالية عالية جدا. نعم طبعا بعرف أنه عندكم كتير مشاريع شراكات عديدة سواء بدبي بأبو ظبي وببلدان أخرى. نعم. ترفع لكم الكبعة على المبادرة، على أمل طبعا أنه يصير في وعي أكثر وتساهموا بنشر هيدا الوعي. أكيد. بدي أشكر وجودك معنا السيد ربيع الشعار المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة نظيرة للنفايات، كل التوفيق بالأيام المتبقية من COP 28. شكرا.